30 11 2012 بلدة حاص. القصف المدفع الصاروخي يستهدف المنازل الآمنة في بلدة حاص وحال الزور تسود الأهالي. حسبي الله ونعم الوكيل. لم يسلم الحجر، لم يسلم البشر، لم يسلم الشجر من شر بشار الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا 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 يا شباب. حسبي الله ونعم الوكيل. حال الزور تسود الأهالي في بلدة حاص. قديش القصف المدفعي والصاروخي. الحرائق، النيران تلتهم المنازل في بلدة حاص نتيجة القصف الصاروخي على المنازل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله.